رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أهلا وسهلا بكم في الحلقة السادسة من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. حلقة اليوم على درجة عالية من الأهمية. حلقة اليوم، هذه الحلقة مفصلية لكل شاب. عنوان الحلقة: اختيار الزوجة. كيف تختار زوجتك؟ من هي شريكة حياتك ودربك؟ ما المطلوب فيها؟ كيف تبحث عنها وأين تجدها؟ لعل أهم اختيار في حياتك أيها الشاب اختيار الزوجة. لماذا؟ لك من العمر 25 سنة، هذه المرأة ستعيش معك 50 سنة قادمة إن قدر الله لك هذا العمر. أنت ستعيش الآن ضعفي حياتك الحالية مع امرأة، إما أن تسعد معها وإما أن يكون الأمر غير ذلك والعياذ بالله تعالى. اختيار الزوجة أمر مهم جدا، بل إن زوجتك سترافقك في الآخرة. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ستكون زوجتك معك في الجنة. الآن أنت ستختار من هذه الذي سترافقك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم إن هذه المرأة هي عينها ستربي أولادك. عندما تختار أنت زوجتك، أنت تختار تربية أولادك، ستختار هذه الأم الذي ستحتضن هؤلاء الأولاد، ستنشئ أولادك كتنشئتها. لذلك اختيار الزوجة اختيار دقيق جدا ومهم جدا. لا تحدوه نزوة ولا تدفعك إليه شهوة، ولا يغرين بك غمزة أو لمزة أو همسة. لا بد أن تختار بدقة، فالأمر جد خطير. إما أن تسعد وإما أن تشقى، إما أن يسعد أولادك وإما أن يشقى الأولاد. وسيقولون يوما: رحم الله أبي، لقد اختار لنا أما جيدة، أو يقولون غير هذه المقالة. اختيار الزوجة على درجة عالية من الأهمية. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تأويل هذه الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال: هي المرأة الصالحة. تخيلوا أن الدنيا الحسنة كلها المرأة الصالحة. وفي الآخرة حسنة، قال: هي الحور العين في الجنة، أو هن الحور العين في الجنة. وقنا عذاب النار، قال: عذاب النار المرأة السيئة. الله أكبر. المرأة السيئة تحرقك، المرأة السيئة تكويك، المرأة السيئة تجعل حياتك في عذاب وشقاء، بل في جهنم ونار. يقول ابن مسعود في تأويل هذه الآية:
وقنا عذاب النار، قال عذاب النار المرأة السيئة. لذلك أيها الشباب، اختيار الزوجة أمر دقيق، إياك أن تخدع بغمزة عين، إياك أن تخدع بحلو منطق، إياك أن تساق بإشارة من يد أو همسة من كلمة. اختر زوجتك بدقة. هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله هي في اختيار الزوجة، لأهمية هذا البحث في حياتك إن في الدنيا وإن في الآخرة. عند اختيارك زوجتك ينبغي أن تراعي أمورا عشرة. هذه الأمور ينبغي لكل شاب أن يحفظها، ولكل فتاة أن تعلمها، لتعلم أن الرجال الصالحين يبحثون فيها عن هذه الأمور العشرة. لا تفرط بواحد من هذه العشرة، ابحث وابحث وابحث حتى تجد هذه العشرة. الأمر الأول الإسلام، أن تكون مسلمة، زوجتك مسلمة، لا يليق بك إلا المسلمة. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولو كانت المشركة جميلة، ولو كانت المشركة صاحبة عيون زرقاء أو خضراء، ولو كانت المشركة صاحبة شهادة جامعية عالية، ولو كانت المشركة ذات منصب وجمال، لا يليق بك إلا المسلمة. هذه الآية لها سبب ورود أو سبب نزول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة عبدة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. واحد من الصحابة اسمه مرثد الغنوي. مرثد هذا كان قبل الإسلام كان مشركا، وهو في الشرك كان قد تعرف على امرأة مشركة اسمها عناق، وأحبها وأحبته، وكانت عناق هذه راقصة، وكانت تفتح بيتها للرجال يدخلون متى شاءوا ويخرجون متى شاءوا، ومن جملتهم مرثد قبل إسلامه. الآن أسلم مرثد، وكان مرثد شابا جلدا قويا، له عضلات مفتولة، وله بنية متينة، وله وسامة وجمال وقوة تبحث عنها النساء في مثله من الرجال، وعناق هذه كانت قد علقت به. كان من جملة أعمال مرثد أنه كان يحمل أسار المسلمين من مكة ليحملهم إلى المدينة المنورة، يهربهم من أيدي المشركين. في يوم من الأيام وفي الليل كان مختبئا في مكة يبحث عن أسير مسلم يريد أن يأخذه وهو مستضعف من أيدي المشركين ليذهب به إلى المدينة المنورة. وبينما كان في ظل جدار، وإذ بعناق تمر في ذلك الحي فتشاهده. عناق تقول: مرثد. فنظر إليها وقال عناق، قالت: أهلا ومرحبا، اشتقنا لك يا مرثد، الليلة تبيت عندنا. وأرادته أن يكون معها في دارها بالحرام. فقال لها مرثد: إن الإسلام حال بيني وبينك يا عناق. قالت: تتزوجني؟ إذا لم يكن زنا فليكن زواجا. قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لئن لم تفعل ولم تبت عندنا الليلة لأصرخن بين طرفيها حتى يأتيك رجالها فيأخذوك. فهرب منها مرثد وصرخت عناق. وهذا امتحان الشاب المؤمن يا شباب. يا أيها الشاب المؤمن، ستمتحن، ستدعى إلى الحرام إكراها فضلا عن دعوتك إليه رغبة وشهوة. لكن المؤمن يظهر في مثل هذه اللحظات. مرثد مع حبه لعناق، ومع حاجته لها، ومع دعوتها له، ومع تهديدها بصراخها أمام الناس ليلقوا القبض عليه، هرب من تلك المعصية تماما كما هرب سيدنا يوسف عليه السلام. وأنت يا أيها الشاب المؤمن تستطيع بتقوى الله تعالى أن تترك الحرام لتلجأ إلى الطاعة والحلال، فيرفعك الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة.
ووالله إنك لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه في دينك وفي دنياك. هرب مرثد لما وصل إلى المدينة المنورة، واسمعوا هذا الحديث لتروا قلب مرثد أين هو. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أحب عناقا، أنا ما زلت أحبها، يعني قلبه ما زال معلقا بها، وقد دعتني إلى الحرام فأبيت، أتأذن لي بالزواج منها؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمرثد: يا مرثد، لا تنكح عناقا، لا يليق بك أيها الشاب المسلم إلا مسلمة، لا تأخذ إلا مسلمة، بيتك لابد أن يبنى على الإسلام، على الطاعة. والعالم اليوم يا أيها الإخوة كله يبحث عن الإسلام، الكرة الأرضية تحترق ولا نجاة لها إلا بالإسلام، الكرة الأرضية تمور والناس قتلتهم المادة، يبحثون عن هذا الدين، يبحثون عن حبل ينزل من السماء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أول صفة بزوجتك أن تكون مسلمة ولا ترضى أن تأخذ غير مسلمة. ماذا عن الكتابية؟ ماذا عن النصرانية؟ ماذا عن اليهودية؟ لقد أذن لنا الإسلام نحن المسلمين أن ننكح زوجات نصرانيات أو يهوديات من أهل كتاب، لكن هل ينصح بهن في مثل هذه الأيام؟ اللهم لا، لأن زوجتك هي التي ستربي أولادك، لأن زوجتك هي التي ستلقنهم موادا في الدين. أنا أخشى عليك أن تكون غائبا خارج الدار ثم زوجتك اليهودية تلقن أولادك الصغار كيف تمارس طقوسها اليهودية، ثم زوجتك الكتابية تدرب أولادك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كيف يمارسن طقوسا دينية في دينها وليست في دين الإسلام. الكتابية يجوز لك أن تتزوجها، لكن النصيحة ألا تفعل. أول صفة في زوجتك الإسلام، بقي صفات تسعة نتابعها معكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. واختيار الزوجة، من هذه المرأة البطلة التي سترافقك في حياتك ما تبقى من حياتك الدنيوية ثم الحياة الأخروية؟ ابحث في هذه المرأة عن عشر صفات. الصفة الأولى الإسلام، تحدثنا عنها قبل الفاصل. الصفة الثانية الصلاح، أن تكون صالحة ذات دين، لأن المرأة الصادقة ستربي أولادك على الصدق، ولأن المرأة الوفية ستدرب أولادك على الوفاء، ولأن المرأة الحنون العطوف ستربي أولادك على الانتماء للأسرة، ولأن المرأة الحيية ستربي أولادك على الحياء، ولأن المرأة الطائعة ستربي أولادك على الطاعة الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين ذات الصلاح، تربت يداك، أسأل الله عز وجل أن يغنيك. المهم ابحث عن امرأة صالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا له من امرأة صالحة. من هي المرأة الصالحة؟ يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في ماله وولده. امرأة صالحة هي التي تليق بك. لذلك إذا كانت المرأة غير صالحة فنحن نخاف عليك منها. هي امرأة لم تطع ربها فكيف تطيعك؟ هي امرأة لم تنضبط بأوامر رب السماء والأرض، وما هابت وما خافت رب السماء والأرض، فكيف تهاب منك؟
يليق بك أيها الشاب الذي تريد حياة دائمة مع أهل بيتك أن تبحث عن امرأة صالحة. الصفة الأولى الإسلام، والثانية الصلاح. الصفة الثالثة الوعي. أنت بحاجة إلى امرأة واعية، عقلها ناضج، متفتحة، تحاكم أمور الحياة. كيف؟ الحياة أيها الإخوة كما ترون اليوم مليئة بالمشاغل، مليئة بالهموم، مليئة بالمكدرات. المرأة الواعية لشؤون الحياة تعينك. يعني مثلا أنت تكون في عملك، يحدث لا سمح الله، لكن هذا يقع، أن ابنك في البيت يسقط على الأرض، ابنك الصغير، ولعل رأسه أن يشج وينزف الدم. المرأة الواعية تأتي بقطعة قماش، تضع يدها على قطعة القماش ثم تضع على جبين الولد، تضغط دقائق، إذا شاهدت أن الدم لا يقف تتصل بك بالهاتف، تقول أنا مضطرة لأن أخرج أنا وابني من البيت، يوجد أمر بسيط أتابعه وأعود أتصل بك. تذهب إلى طبيب، إلى طبيبة، إلى مشفى، إلى مستوصف، يعالج هذا الولد، يعود وتعود هي إلى البيت. في المساء إذا جئت أنت تقول والله اليوم صباحا سقط الولد، شج رأسه، احتجنا إلى قطبتين في الرأس، تمت المعالجة والحمد لله. تدخل أنت إلى ابنك تشاهده، تطمئن عليه، تطمئن على الدواء، انتهى الأمر. المرأة الواعية تريحك. المرأة غير الواعية لو سقط ابنها على الأرض ونزف دما تصرخ وتولول وتجمع الجيران، وربما صفرنت هي وسقطت أمامه. نحتاج إلى امرأة واعية. أنت بحاجة إلى امرأة تحاكم الأمور. حدث مرة أيها الإخوة أن امرأة صالحة، أن امرأة محتشمة، أن امرأة متحجبة وملتزمة بالحجاب بشكل جيد، لكن يبدو أن مادتها العقلية ضعيفة. حصل في غياب زوجها أن حدث حريق داخل البيت، حاولت إطفاءه فما استطاعت. الآن علت ألسنة اللهب، الجيران علموا بأن شيئا يحدث في البناء، سألوا بعضهم وإذا البيوت سالمة، بقي بيت هذه المرأة، هي وحيدة في البيت وزوجها في العمل، ولا يوجد هاتف عندها، والحريق في الدار. قرع الجوار الباب، يقولون كأن النار من عندكم، تقول نعم. يقولون يا أختي افتحي الباب، افتحي نساعد في الإطفاء، تقول لا والله ما أستطيع أن أدخل الرجال على البيت. يا أختي يوجد حريق في البيت، تقول والله ما بستطيع، ستحترق البناء إذا لم تفتح الباب، تقول والله ما أفتح أنا. حتى دفع الرجال الباب وكسروه. هذه امرأة صالحة لكن ليست واعية، فيها خلل في مادتها العقلية. نحن نريد امرأة مسلمة صالحة واعية. يا أيها الإخوة أحدثكم أمرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة في ليلة عرسها. لعل بعضكم أول مرة يسمع هذه الكلمة، امرأة تطلق في ليلة العرس. الزوج هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمرأة يقال لها الجونية أو ابنة الجون. هذه الجونية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبها وعقد عليها وزفت إليه. لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفتها الخاصة أراد أن يضع يده على رأسها، فقالت له أعوذ بالله منك. فاستغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما تقولين هذه الكلمة؟ قالت ألست تحبها؟ قال أنا أحب أن تقول لي أعوذ بالله منك؟ قالت له نعم. قال من أخبرك؟ قالت زوجاتك، سألتهن ماذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن لي إذا اقترب منك قولي له أعوذ بالله منك، فقد قلتها لك. قال الحقي بأهلك فأنت طالق، لقد عذت بمعاذ. أعطاها مهرها وردها إلى أهلها. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة عقلها. هل يعقل أن يسأل إنسان عدوه؟ الضرة لا تحب الخير لضرتها. ثم إذا سألت عدوك وأخبرك خبرا أتأخذه كما هو؟
ألا تفكر؟ لو سألته مثلا تبحث عن نصيحة، نعم، لكن حلل هذا الخبر. قالوا لك تقولين أعوذ بالله منك، هكذا تقولين؟ لقد قرأ وعيها، ولا يليق بغرفة كابتن الطائرة أن يدخل إلى هذه الغرفة رجل أحمق أو امرأة حمقاء، إنه سيجعل الطائرة تسقط. غرفة القيادة الزوجية لا يليق بها إلا امرأة واعية، وإلا فإن هذا البيت سيسقط وسينهار. يليق بك امرأة مسلمة، وامرأة صالحة، وامرأة واعية. رقم 4، ابحث في المرأة عن الحياء. لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء جميل، لكنه في المرأة أجمل. أجمل ما يزين الفتيات الحياء. المرأة التي كسر حياؤها كسرت أنوثتها. المرأة التي تخالط الرجال، تكلم الرجال، تلبس لبسة الرجال، تضحك ضحكة الرجال، لا تليق بك. المرأة التي تحدث هذا وتخاطب هذا وتكلم هذا وربما صافحت هذا وربما أشارت لهذا لا تصلح لك. المرأة المسترجلة لا تناسب أن تكون زوجة لك. المرأة المعروفة أمام الناس باسمها ورسمها وكسمها وطولها وعرضها لا تليق لك. المرأة الحيية هي التي تليق بك. الحياء أمر مهم يبحث عنه الرجل، وهذا خطاب لكن أيتها الأخوات، لكن أيتها الفتيات. إن أكثر ما يبحث عنه الرجال في نسائهن الحياء، فإذا كانت المرأة مسترجلة لا تليق بشاب صالح يريد أن ينشئ أسرة. كيف تعرف أن هذه الفتاة حيية أو غير حية؟ كيف تعرف أن هذه الفتاة واعية أو غير واعية؟ أما الوعي ففي فترة الخطبة حدثها، دعها تتحدث، دعها تتكلم أمامك، اقرأ أفكارها، اقرأ تصوراتها من خلال كلامها، ما هي همومها، ما هي آمالها، ما هي آلامها، تعرف وعيها. وأما حياؤها فإذا جلست أمامك في يوم ذهابك مع أمك إلى دار أهلها فانظر في نظراتها كيف تنظر إليك. لعل بعض الشباب إذا ذهب ليخطب فتاة هو يستحي، فتجد أن بعض الفتيات ينظرن إلى الشاب نظرة كأنهن يأكلنه بعد قليل. هذه مشكلة. المرأة الحيية هي التي يبحث عنها الرجل. يليق بك امرأة مسلمة، وامرأة صالحة، وامرأة واعية، وامرأة حيية. والأمر الخامس، يليق بك امرأة مطيعة، الطاعة. ابحث عن امرأة مطيعة. كيف أعرف أن هذه الفتاة التي سأتزوجها مطيعة أو غير مطيعة؟ انظر إلى أمها مع أبيها. لذلك يقولون قبل أن تتزوج امرأة انظر إلى أمها وأبيها، لأن البنت تتعلم من أمها. انظر إلى أختها مع زوجها، الغالب أن الأخت تتعلم من أختها. جاء مرة أحد الشباب ليقول لي إنه يريد أن يخطب فتاة أن يتزوجها ويستشيرني في الأمر. قلت ما اسمها؟ من أي عائلة هي؟ ماذا تدرس؟ ما عمرها؟ ماذا يعمل أبوها؟ ماذا تعمل أمها؟ كم لها من الأخوات البنات؟ فكان من جملة ما قال لها 8 أخوات بنات. قلت ما شاء الله، متزوجات غير متزوجات؟ قال والله 8 متزوجات. قلت طيب كيف البنات مع أزواجهن؟ قال والله 8 مطلقات. قلت يا أخي اهرب بريشك. لا شك أنه سيحدث معك ما حدث معهن. خالفني وتزوج، وبالفعل بعد 2 سنين طلق هذه المرأة. ابحث عن امرأة مطيعة، ابحث عن امرأة أمها تطيع أباها، فتتعلم البنت من الأم. أختها تطيع زوجها فتتعلم البنت من الأخت. هذه 5 صفات في زوجتك التي ينبغي أن تقترن بها، وبقي 5 أخرى إن شاء الله تعالى نلقاكم بها في الحلقة القادمة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج، لا
لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله.